أمام نلعب أحمد القديري. أول 21 أحمد القديري، أحد أبرز الأسماء. أحمد القديري لاعب منتخبنا الوطني. أمامنا أحمد القديري في صفوف فريق الأهلي طرابلس. وهنا أحمد القديري، هاي هذا اللاعب يقدم موسم طيب صراحة. أحمد القديري أخطر لاعبي الأهلي. هذا أحمد القديري. أمامنا أحمد القديري. هذا القديري اللي نعرفوه في الدوري الليبي، هذا القديري المتميز في انطلاقاته. حقيقة مستوى مميز، نعم القديري لديكم، لا خوف عليكم. احمد القديري وركله جزاء، ركله جزاء لمصعد فريق الاهلي طرابلس.
يرسي كرة أمامية، فرصة لعب كرة لمعه، كرة ملعوبة، من يتبع هذه الكرة؟ فرصة توقف، فرصة تزيع المرمى، فرصة بناء هجمة، فرصة تمرير كرة، صالح الطاهر يلعب كرة، من يتبع هذه الكرة؟ فرصة تزيع المرمى، كرة تصل بالقائم الأيسر، ببراعة تسديدة لصوت طالع أن الكرة صدمت بالقائم الأيسر، نشاهد الكرة والإعادة، سلتو ونشاهد أحمد الكديري كيف سدد هذه الكرة وكيف صدمت الكرة بالقائم. We'll be right back.
قديري واخذ كان سلتو واخذ كان كرة تعود قديري ينقل كرة في وسط الملعب سلم كرة محمد الفقيه هاي تفوق 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 هاي تفو